الحمد لله بالقول تعظيما وتأجيلا، حمدا يوافي نعمه ويرتب كالقرآن ترتيلا، ثم الصلاة مع السلام تثنية على نبينا الذي أرسله ربه إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سادة الأفاضل الكرام، إخواني المصلين، أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية طيبة مباركة هي تحية أهل الجنان. أحييكم تحية طيبة مباركة هي تحية أهل الجنان وهي تحية الإسلام، فأقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع بجميع الحضور في مسجدنا العامر في هذه الأمسية القرآنية المباركة، وباسمكم جميعا أرحب بالسادة الشيوخ الأفاضل الكرام القراء الذين أوسان هذه الليلة، الذين جاءونا من ولايات مختلفة من وطننا المقدس وهي عزيزة على قلوبنا، وأدعوهم إلى أخذ أماكنهم على المنصة. أدعو الدكتور وليد مهزاز، الشيخ وليد، والشيخ عبد العزيز حليم، والشيخ حمزة نصار. حدثتم أهلا ونزلتم سهلا، مرحبا بكم في مدينتنا المديان. كما أدعو ضيوف الشرف أصحاب الدار، السيد رئيس المجلس الشعبي، بلد فضلا سيدي عبد الله، شيخ الزاوية، مفتش تعليم القرآن، شيخ صديق العوال. أرحب أيضا بزملائي وإخواني الأئمة السادة الأفاضل، أرحب بهم أيضا ترحيبا خاصا، وهم الأهل لهذا الترحيب. في ليلة مباركة كريمة من هذا الشهر المبارك الذي هو من الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة، وفي أحب البقاع إلى الله عز وجل، المسجد أو المساجد، نجتمع هذه الليلة بحمد الله تبارك وتعالى، وهي نعمة مباركة. قلت في ليلة مباركة كريمة من ليالي هذا الشهر المحرم ذي القعدة، نجتمع في أحب البقاع إلى الله عز وجل وأطهرها المساجد، نجتمع هذا الاجتماع المبارك على مائدة القرآن العظيم، نجتمع على غذاء القلوب والأرواح. نحمد الله أولا أن الله عز وجل يعني أنعم علينا بنعمة الغيث، الحمد رب سبحانه عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يغيث قلوبنا، وهي ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة مدينتنا. الشكر موصول لمشايخنا الكرام، الشكر موصول لمشايخنا الكرام الذين يعني تحملوا مشاق السفر، وبجزم من خير جاءوا من أجلنا وجاءوا من أجل إسماعيل كلام الله عز وجل، وتحملوا مشاق السفر، فالشكر موصول لهم. شكرا لكم سادة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. الشكر أيضا موصول لمن كان سببا في هذا اللقاء، أخو العلي الحمادي بمناسبة رح يتخرج إن شاء الله من الإمام، كان هو السبب في اتصالها بمشايخ الأفاضل الكرام، مشكوره أيضا شكرا على أن أتاح لنا هذه الفرصة المباركة. لا أريد أن أطيل كثيرا في كلمتي وفي مداخلتي، لكننا كلنا شوق للاستماع والإنصات لما من أجله اجتمعنا كلام ربنا. فقد أختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بأربع مبشرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يدون هذه المسريات. يعني قبل أن نفتتح يعني مجالس التلاوة كلمة قصيرة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ربما يرحب بالحضور وليتفضل. مشكور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكرام، أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام إلى السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فباسمي وباسمكم وباسم الجامعة الذي يدرسون بها جامعة، أرحب بمشايخنا ونخبة قرائنا الذين رفعوا رأس الجزائر عاليا في المحافل الإقليمية الدولية، وهذا شرف لمسح رأس العلامة الشيخ محمد البشير إبراهيم. مدينة رأس الوالد التي صارت قبلة للمفكرين والعلماء والصالحين، وهذا ليس بغريب عن مدينتنا. جمعت السفيرة الذهبية الثلاثية الشيخ محمد البشير إبراهيم، الشيخ محمد العربي التبان، والشيخ أحمد عاشور رحمه الله. وأحيط جميعا أن الشيخ وليم حساس الذي صار أشهر نار على العالم، الذي تربطني به علاقة حميمية تمتد إلى تقريب 10 سنوات، حيث تشرفت بالاعتماد معه مرة. أخيراً أهلاً وسهلاً بكم ضيوفنا الكرام ومشايخنا في بلدية الأسود، بلدية المفكرين، بلدية العلماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المباركة بدايتي من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا الشيخ الطالب عماد العروس. والشيخ عياد جاء لمدينة وهران الباهي، وهو معلم القرآن المتنوع مجاز في رواية ورش، حاصل على المرتبة الأولى لتدعي مسابقة إعداد القرآن، حاصل على المرتبة الأولى طبعتها الأخيرة. فليتفضل مشكور. Thank you.
What?
Thank you.
وما يمنح الخاطر
بسبب الأقطار وإنما بسبب القرآن الكريم. ابن القيم رحمه الله يقول: ونحن نحتفل بمئوية تأسيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين على تفوقها الرحمة والرضوان. ابن القيم رحمه الله يقول: إن هذا القرآن الذي كون رجالا بالسلف لا يعجب عليه أن يكون رجالا بالخلف. متى أحسن فهمه وتدبره وأخذت الأنفس على المنهج والحمد لله نحن نراها من الرجال. هؤلاء الشباب الشيخ وليد الشيخ سعيد الشباب الذين ملكوا بأصواتهم العذبة هذا الفضاء الافتراضي والذي كان فضاء يملكه العابثون المؤثرون العابثون. هؤلاء فيهم كيتا وكيتا، ولكن والحمد لله الأمة فيها خير. الأمة الآن تكتفي إلى ما ينفعها، تعرف ما ينفعها، والدليل على ذلك هذا الجهاد الكبير. ولو قمنا بعمل الإحصاء لوجدنا أن غالبيه الحضور هم من الشباب. غالبيه الحضور هم من الشباب. ونحن والحمد لله نشهد صحوة قرآنية لم تحدث. وهذه الصحوة القرآنية نجدها على مستوى مساجدنا ونجدها على مستوى الفضاءات، فضاءات النت، فضاء افتراضي وغير ذلك. وأصبحنا نرى أبناءنا يتنافسون في حفظ القرآن ويتنافسون في تجويده ويتنافسون في أدائه، بل ويحتملون المراتب الأولى على مستوى العالم. لا أريد أن أقول عنكم، أنا أريد أن أستمع كذلك إلى هذه الأصوات السجية الشجية إن شاء الله التي أدعو الله سبحانه وتعالى لها القبول والإخلاص، وهذا مخصوص بنفسي وإياكم. عليكم بالإخلاص، عليكم بالإخلاص. فالإنسان الذي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه خاصة في القرآن الكريم فعليه أن يكثر من الإخلاص، النفس كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس أمارة بالسوء إلا رحمة. نحن كمديرين شؤون من الضوء وكإدارة نسمي بهذه النشاطات، بل وندعو إليها الشيخ طالب لما جاءنا الطالب بتاع هذا النشاط مباشرة. قلت له: أنا أول الموافقين، بل بالعكس لابد من إحياء مثل هذه الأنشطة إن شاء الله، لأن في هذه المدعاة إن شاء الله نفع للجميع. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، أبارك للجميع من مشايخ ومن حاضرين ومن قائمين على هذا المجلس الكريم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خاصته ومن أهله الذين هم لخوف عليهم ولا يخزنهم. السلام عليكم. قل نعود مرة ثالثة إلى كتاب ربنا لنشمك به أسماعنا ونحيي به أرواحنا ونذهب به قلوبنا. فرسول هذه المرة جاءنا من مدينة الوضوء بريدة، ليس بريدة، فرسول الشيخ الطارق سيف الحق بصري، أستاذ الشريعة والعلوم الإسلامية في الثانوية في مدينة القريدة، إمام متطوع في مساجد القريدة، وصلى صلاة التراويح هذا العام في أوروبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين you
Yeah.
الجلوس بين إخواني وأبنائي ولايتي وبلدتي التي أفتخر بها، بالأخص أهل صورات، رفع الله قدركم على مقامكم. تحية طيبة لسيدي الإمام الفاضل المحترم الذي رحب بالقراء مرحبا سميعا، فعل الله قدره ورفع الله مقامه. تحية طيبة لصديقي رئيس البلدية المحترم الذي اعتبرنا من قبل معبر. تحية طيبة للسيد الفاضل الإمام المفتش، وهو رجل من أهل القرآن، أستاذ الفاضل الصديق بعوال، والشيخ الفاضل أستاذ سيدي عبد الله، الشيوخ الفضلاء الشيخ فيصل حلقون والدكتور يعقوب والأستاذ الفاضل محمد سازي من حليرة، والشيوخ الفاضل الذين أرحب بهم في ولايتي وأبدأ بالأستاذ علي حمادي الذي كان سببا في هذا الجمع المبارك. جعل الله هذا الجمع في ميزان حسناته وحسنات وليه. وأبدأ بالحبيب الغالي عبد العزيز سعيد، والأستاذ الذي صال وجل بنا الأستاذ الفاضل عصام، والأستاذ الفاضل البصري الذي حقيقة التقى بنا إلى قراءات من البصرة إلى الحجاز إلى غيرها، والأستاذين الفاضلين الكريمين الأستاذ زيان محمد رضا زيان عماد صديق الأستاذ زيان اليوم بهرني بقراءتي ما شاء الله، كما قال الشيخ الصديق والعود كي نشوفوا أولادنا هكذا نستبشر ونقولوا إذا بإذن الله إذا متنا نموت ونحن مطمئنون على الجزائر وأبنائها، أن الجيل الصاعد هذه هي القدوة تاعنا. الشباب تبعنا فضلاء وضباط أجداء. أختم بالترحاب لعماد معوس حامل تاج القرآن في هذه السنة الذي يقرأ قراءة الكبار على صغر سنه، والمؤذن الذي جاءنا معه من وهران وينو الآية سي وليد حفظكم الله جميعا. وأنا وددت أن أرحب بأهل رسلوات فردا ولا أنسى الفارق عن مبارك نلؤلؤ أو جوهر عبد الرحيم فهام، صلى معي التراويح قبل 10 سنوات في أكثر من 10 سنوات، حوالي 15 سنة صلى معي التراويح في 12 إيطار في البرج، يعني نعم الله فضلاء زاد الله خير. أنا راح أتذكر هذا الطويل لأني راني الدين الوحيد واحد من راسي، فوجب علي أن أرحب بالقراء حتى كي نروح لمليتهم يرحبوا بي. شي نروح نمسي إلي على الشيخ عبد العزيز اللي يعرفني إن شاء الله. ما راح أمشي في أخو الكورت ولا الشيخ عصام ولا زيان ولا عبد الرحمن وأرى الباهية. شي نروح يقول لي ما راح أمشي فينا حتى ما عرفناش، لأن راني واحد منهم. أعوذ بالله
Thank you.
السلام.